إلى الذات، هذه النقطة. ثانيا، خاطئ من يعتبر بأنه المساواة بين الرجل والمرأة من شأنها أنها تضعف الأسرة. المساواة بين الرجل والأسرة من شأنها أنها تمثل الأسرة وتجعل أن الأسرة ترتكز على رجلين وعلى مساهمتين في مغرب اليوم، على مساهمتين متساويتين. ألوغ كاين بعض الأمور اللي يمكن يكون فيها حدود، لأن النصوص الدينية وغير ذلك هادشي حنا في الدين تناقشوا مع هاد الأوساط، لكن كاين بعض الأمور اللي صعيب أنك باقي المجتمع ديالنا يقبلها. صعيب أن المجتمع باقي يقبل بأن البنت عندها 16 عام و 14 عام و 13 عام وتزوجها وهي طفلة وتقول لها تولي مسؤولة على أطفال. كيف؟ كيف نريد أن هادشي معقول؟ المكان ديالها الطبيعي هي المدرسة، ماشي انها تكون ربة بيت. اذا هذه امور ما يمكنش تكون. كاين امور مرتبطه بالاطفال وبالحضانه اللي خص تكون فيها المساواه المطلقه بين الرجل والمراه المطلقه. اذا كان الرجل اللي يمكن للفرار مكلف، وحتى المشكل ديال النفقه يمكنش يكون الرجل مكلف بالاطفال وفي نفس الوقت تعاود تزيد حتى النفقه حتى النفقه ويمكنش. كاين امور اللي خص، راه ماشي هذا الشيء اللي كنقولوا حنا، راه ماشي موجه غير ضد الراجل، راه حنا كنعتبروا المساواه المطلقه هي المطلقه. في الطلاق كذلك، قوه المراه، قوه الطلاق، هذا الطلاق الخلع، هذا الطلاق الشقه، هذا الطلاق الاتفاق، كاين الطلاق الاتفاقي والطلاق الشقه. والسلام سالينا تحديث هذه الامور من اجل اننا نخرجوا قدر الامكان. نحن قلنا بانه هذا الشيء ولا محدود، كيف لاي احد انه يعدل؟ والقران واضح على هذا المستوى، يعدل وهو يمارس تعدد زوجته وان كان هناك سلسله كذا في الدنيا اللي كيف يمكن ان يستمر ذلك؟ كيف؟ ما يمكنش. كاين شي واحد بماطيشه بالثمن ديالها، باش نهضروا بالواضح، الثمن ديال الكرا، الثمن ديال هذا، شكون هذا؟ خصو واحد يكون ملايري، والملايري ما يعدلش، لان ما كاينش غير المادي، كاين الوقت اللي كتعطيه، كاين الوقت اللي كدوز، كاين الحضانه الحلال اللي يمكن تعطيه، كاين الحب اللي يمكن تعطيه، الى غير ذلك. كاين امور اللي ما يمكنش تكون فيها العدل، فبالتالي كاين امور منطقيه. لا داعي اننا بمنطق ذكوري فقط لاننا نريد الدفاع عن الرجل نوضوا نقولوا هادشي ضد الاسلام. لا سير بشويه بشويه، راه حنا كنا مسلمين، راه حنا كنا مع الدستور. والمشكل اللي كاين هو ان البعض يجيب لنا فقط الاسلام، مع العلم ان لا داعي لاحد انه يزايد علينا في الاسلام. راه كنا مسلمين، كنا لما غنساليو غنوضوا غنمشيو نصليو، وراه صايمين، وراه الطقوس كامله والشعائر كامله كنعملوها، وهادشي كله راه عاملينه. وبالتالي لا لا، لما كنقول لكم هذا الشيء راه ماشي معناه انكم تنطقوا لنا غير الاسلام والدستور. الدستور كتنساوه، الدستور صوتيو عليه. الدستور راه فيه، راه هو اسماء نص اللي كنعتمدوا الجميع هو الدستور. فلذلك الله يخليكم، شويه ديال العدل الحقيقي اللي يمكن انه المغرب يستفد من الطاقات ديالو كامله. وكاين اقتراحات اخرى عديده اللي قدمناها لها هي حل اليوم، النقاش تقريبا انتهى، النصره مشى عند صاحب الجلاله، وكننتظروا التحكيم ديالو، وستكون لنا كلمه في البرلمان لاجل تعليقي على ما سينزل في النهايه. بقات المساله الاخيره، حنا في حاجه اليوم الى اننا نوسعوا الصفوف ديال المعارضه لهذا التوجه اقصى ما يمكن. كل من يريد ان ينخرط في جبهه عريضه